ناخذ زد ترانسفورم اوف ستيب فانكشن. ايش تعريف ستيب فانكشن؟ ستيب فانكشن يو اوف تي يساوي 1 تي مور ذان اور ايكوال تو 0 تو 0 تي ليس ذان 0. هلا اذا جينا طلعنا على يو او زد تساوي summation n بتساوي 0 لانفينيتي. خلص صار عندي بس بضرب في 1 فهي صارت 1 زائد زد ماينس 1 زائد زد ماينس 2 زائد زد ماينس 3. بصير السمشن هذا بيساوي 1 على 1 ناقص زد ماينس 1. اذا ضربت هذه زد على زد بصير عندي زد على زد ناقص 1. لاحظوا هاي هي البلس ترانسفير فانكشن لستيب فانكشن، بس هي كمان بلس ترانسفير فانكشن لايش؟ زي ما الواحد على اس ايش كانت اللابلاس ترانسفورم ليو اوف تي؟ واحد على اس. وايش الترانسفير فانكشن للانتجريتر؟ واحد على اس. واحد على اس. نفس الشيء هاي يا اما بفكر فيها انها البلس ترانسفير فانكشن ل ستيب فانكشن او لانتجريتر. نفس الشيء زي ما هاي هي لسيجنال او لسيستم. ما ميزت بين سيجنال وسيستم. هذه هون سيجنال، هذا سيستم، بس لهم نفس الترانسفير فانكشن.